ازيك يا شيماء؟ عاملة ايه؟ ازيك يا شيماء؟ عاملة ايه؟ شيماء عاملة ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الجميع. بقول لحضرتك ابعتي الحاجة اللي عاوزين نشتغل عليها. ايوه، الحين ببعث لك اياها، بس دقيقة ابعتها. وين استاذ؟ واتساب. اوكي، ده ايه يا شيماء؟ انت بعت هذا ارقام؟ استاذ اخر مرة شلت معك ايكو مايكرو ايكونومكس. اوكي، لا يعني انت مش بعت بي دي اف، اه انت بعت، انت بعت فولدر. ايه تباه شو بي دي اف؟ اه لو تعرف تبعتي بي دي اف يفضل. اوكي استاذ، وصلك البي دي اف؟ اه بص يا شيماء، هو هنا بيكلمك على الاستاتش. اول حاجه قبل الاول سيبك من ليرنينج اوبجكتيف، ايه هي الاستاتش؟ الاستراتيجي هي way ان انا بحاول to compete، ان انا اعمل competition، how to make me distinct from the others، ازاي اعمل منافسه. ماشي يا ايوه شيماء؟ فانا عاوز اعمل product او service، even if ان هو ان انا presenting bottle of water، ازازه الميه اللي ببيعها دي تكون distinct او distinguished from others. اوكي، البوزيشن اللي هحط لنفسي في البيزنس، البيزنس ده الناس هتشوفني ازاي. اوكي، في ناس بتشوف البرودكت ده ان هو ارخص برودكت في السوق، which is the most cheap، في ناس which is the most distinct او the most distinguished product. اوكي طيب، ديبلوي او ديفلوب للريسورسز، ده اللي انا بستخدمه عشان اعمل كومباتيتيف ايه؟ كابابيلتيز. يعني ايه كومباتيتيف كابابيلتيز؟ الكومباتيتيف كابابيلتيز ان انا احاول بقدر الامكان، هي نفس الريسورسز اللي عندي، اخلي البرودكتس بتاعتي to be seen as distinguished او as a unique product، as a unique ايه؟ product. يعني يا شيماء نفس الـ resources اللي عند two companies ممكن تخلي ايه؟ الـ product بتاعي يبان distinguished او a product that has special characteristics than others. okay؟ تقولي لي ازاي؟ اقول لك بمنتهى البساطه، انا لو بعمل مثلا برودكت، البرودكت ده حطيت فيه افتر سيل سيرفيس بنفس الكابيلتيز اللي عندي، عملت فيه فري ديليفري بنفس الكابيلتيز اللي عندي، خليت العربيات بتاعتي تعمل فري ديليفري، كل ده بيخليني ان انا اعمل ايه؟ بخلي البرودكت بتاعي ديستينكت. اوكي، ازاي بقى اعمل ميكس كده بتوين الار ان دي والسبلاي تشين اكتيفيتيز؟ الار ان دي دول ناس كونتينيوس ايه، سيرشنج فور ذا برودكتس او فور ذا نيو ايدياز. اوكي، والسبلاي تشين اكتيفيتيز اللي هم الناس اللي بتوع البروكيومنت او بتوع البروشيسنج اللي بيجيبوا لنا رو ماتيريالز، الناس بتوع السيلز دول بيقعدوا يقولوا لنا بصوا احنا لو جبنا البرودكتس ده هيبقى محتاجين كذا، لو جبنا البرودكت ده الناس بتوع السيلز يقولوا لنا لو جبنا البرودكت ده هيتباع بالطريقه الفلانيه، النيدز بتاعت الناس ان مثلا ان احنا نشتري رو ماتيريالز بالطريقه الفلانيه وتتصنع بالطريقه الفلانيه. اوكي، بيدونا ways of manufacturing. طيب الناس بتوع الفاينانس بيقولوا لنا how to get money from where، يعني ناخد loans from the banks، get a loan money from the owners.
بعد كده الهيومن ريسورسز بيقول لنا ازاي نعمل ريكروتمنت او الناس بتوع المانجرز دول او الناس دول هنجيبهم ازاي. اوكي والاستراتيجي اكتر حاجه كمان بتعملها ان هي بتخليني في الاول وفي الاخر اعرف ايه how to achieve the company targets او aims. How to achieve the company aims or targets ده اللي بيخليني ان انا ايه how to achieve target عن طريق البلان الاستراتيجي لو اي شركه. بص يا شيماء خلينا متفق لو في اي شركه ما عندهاش استراتيجي مش تقدر توصل لاي حاجه من اللول. انت لو في بدايه السنه ما عملتيش يعني بلان. خطه نفس خطه بلان ما عملتيش ما هي الاستراتيجي هي البلان. لو انت ما عملتيش بلان من بدايه السنه هتذاكري ايه وامتى والساعه كام وهتاخدي بريك امتى هيبقى عندك مشكله ان انت مش هتقدري توصلي الايمز بتاعتك. اوكي ايوه بصي البلان او الاستراتيجي بتخلي الكمباني عندها ايمز او عندها الابيلتي ان هي تو ميك سوبر فاليو او ديستينجويج فاليو او فاليو ذات يونيك للكاستمرز. يعني بتخلينا نعمل برودكتس سبيشال او للكاستمرز. زي مثلا ايه برودكتس السبيشال؟ مثلا ان انا مش مطعم بس، انا مكان فور لاكجري، مكان في مكان فور بيبي بلاينج، مكان فور ريلاكسيشنز. كل الحاجات دي بتخليني ان انا اعمل سوبر او سو ديستينجويش فاليو. ده كله ان انا بقدم للكاستمرز فاليو فاليو ديستينجويش فروم ذا اذرز، فبيخليني اخد منهم اديشنال ماني واتشيف ذا كمباني ايه جولز. احكي لك مثلا حاجه بسيطه جدا. شركه زي ايلون ماسك اللي هي تسلا، تسلا بتحاول ان هي تعمل بلان ان هي تقدم عربيات بالكهرباء، فده الايمز بتاعتها. فهي عامله استراتيجي، هي جات ماني فروم ذا انفستورز. هي شركه لسه بتحقق لوسز بس بتجات ماني. البلان بتاعتها ان هي شركه ويل نون ومانيفاكتشر كارز ذات يوز ايه الكريستي. اوكي معايا شيماء ولا لا؟ ايوه. طيب مين اللي بيعمل الاستراتيجيك تشويسز دول؟ المانجرز. المانجرز دول اللي هم المديرين اللي في الشركه، اللي هم بيكونوا شايفين الكومبيتيتورز او الريفيلز او الناس اللي هم بينافسونا في الشركه، وازاي يعملوا كومبيتيتيف ايدج، يعملوا برودكتس كومبيتيتيف بالنسبه للاخرين. ممكن الكومبيتيشن يكون ان انا بقدم برودكت ديستنجويش حتى في السايز. يعني انت ممكن تلاحظي مثلا ايه ان في شركات الاثنين بتوع نسكافيه، بس دي بتعمل سبيشال سايز والثانيه ما بتعملش سبيشال سايز. دي بتعمل ويز تيست، بتدي مثلا النسكافيه بتاعها بيبقى فيه تيست شويه، لا ده ما فيهوش التيست. اوكي ايوه. ممكن كمان يكون ان انا بقدر اقدم كومبتيتيف ادفانتج. كومبتيتيف ادفانتج يا اما البرودكت بتاع ديستينكتش يا اما بعمل شيب برودكتس. اوكي يا اما بقدم الريفيلز بيقدموه، يعني بقدم اللي المنافسين بيقدموه، يا اما في كمان ان انا اقدمه واقدم حاجه اديشنال او حاجه ديستنكوش عن الاخرين. طيب انا المفروض بقى وانا بعمل مانيفاكتشرنج يبقى الايمز بتاعتي ان انا اعمل اتراكتيف بروفيت، اعمل اتراكتيف ايه
بروفيت. ايه الاتراكتيف بروفيتس دي؟ ان انا اعمل بلان ذات اتشيف ذا ايه؟ ذا ماكسيمم بروفيتس، ذات اتشيف ذا ماكسيمم ايه؟ بروفيتس. اوكي، لازم وانا اعمل اي بلان في الدنيا يبقى البلان بتاعتي اتشيفينج بروفيتس. في بلانز ما بتعملش بروفيتس. اه ممكن اعمل برودكت ذات فيري يونيك او فيري ديستنجوش او most known او most benefits to the clients، بس للاسف الشديد البرودكتس ده ايه مشكلته؟ ان هو ما بيعملش بروفيت. اوكي ايوه بروفيت ايه، يبقى لازم لما اجي اعمل بلان يبقى الايمز بتاعتها بروفيتس، لان انا كل الاستراتيجيز او الشركه نفسها بروفيتبل كامباني. اوكي، الايمز لاي بزنس موديل ان انا اشوف الكاستمرز عاوزين كام و I provide that with the price that's suitable to a to the client with a price that's suitable to the a to the clients. okay yeah so يعني تناسب العملاء. اه الاسعار لازم تناسب العملاء. ايه البروفيت فورمولا ان انا اعمل prices that make profits and at the same time eh when I make profits it is more tied to the customer eh value proposition. okay يبقى ان انا اعمل cost structure، الكوست ستراكشر ده يخليني اعمل بروفيتس. انت عارفه البروفيت ده بيتحسب ازاي يا شيماء؟ البروفيت اه ايه يعني نفس ايوه ماينس كل كوست ايوه بيديني بروفيت صح؟ ايوه. فانا مهمتي ان انا اعمل كوست اللي مناسب للكلاينت فيقلل قوي يزود قوي السيلز فالبروفيت تزيد. يعني اعمل كوست مش كبيره فاقدر ابيع بسيتبل برايسز تو ذا كلاينتس فاعمل هيوج ايه بروفيتس. اوكي الكمباني بزنس موديل ان انا احاول اعمل كاستمر فاليو، اعمل للكلاينت فاليو او بروبوزيشن حاجه يستفيد بيها. يعني ادي له برودكتس الكلاينت لما يشوف سي ب 10 دولار بيسي يس 10 دولار از فيري سيتبل تو ذا ايه تو ذيس برودكتس. اوكي اند ات ذا سيم تايم غير ان البروفيتس ده are very suitable to the clients البايس بتاعته suitable، يعني الفاليو انت شايفاها ان هي كويسه وتناسب السعر وشايفه كمان ان الفاليو دي مناسبه ليك وانت بتاخدي منها benefits، ففي الحاله دي هتشتريها وتعمل للشركه profits. اوكي هو هنا مديكي شويه كونسبت وكونكشن. اوكي بانديو، بانديو ده عارف ايه البرودكت اللي اسمه بانديو ده يا شيماء ولا لا؟ لا باندورا ايه عارفه باندورا بيعمل ايه باندورا؟ دوره هذا اسم محل استاذ. طيب المحل ده بيقدم خدمة ايه؟ اكسسوارز. جميل جدا. هو بيعمل فيه في تشارج انترنت فيديو سيرفيس الاود.
هو بندور زي ما بتقولي كده، هو محل اكسسوارز. محل الاكسسوارز ده بيحاول بقدر الامكان يخليكي ان انت تسمعي لا هو هنا أنظر، مش بندورة اللي انت بتقول عليه. انا عارف ان هو في محل بندورة عندكم اسمه، عندنا أستاذ محل بندورة حق أكسسوارز، يعني أسوارات سلاسل، بس أظن هذا البندورة حق محل ثاني يمكن. اه هو بيتكلم هنا على بندورة اللي هو بندورة ميوزك. بندورة ميوزك ده زي ابلكيشنز كده، انت بتنزليه بينزل لك كل الاغاني او كل الحاجات. اوكي بس بندورا ده بيكسب منين؟ بيكسب ان انت بتنزل الابلكيشنز وهو بيعمل اعلانات عنك. اوكي ايوه ابلكيشن، هو ابلكيشن عامل زي ساوند كلاود، عاوز عارف ساوند كلاود طبعا. ايه ابلكيشن بينزل على موبايل زي الواتساب كده، تشغلي من عليه كل الاغاني. اوكي اوكي بالنسبه للكاستمرز الفاليو اللي بتجي له ان انت بتسمع اغاني فور فري. اوكي اوكي الفاليو اللي انت خدتيها ان انت بتسمع اغاني فور فري. البروفيت فورمولا بقى بالنسبه لي انا، ان انا بعمل فيكسد كوست ثابته عشان اعمل كمبيوترات وانترنت وحاجات زي كده عشان اقدر الابلكيشن ده يبقى شغال. الفاريبل كوست الناس بتوع الاوبريشنز. الريفينيو بيجي لي منين؟ بيجي لي من الادفيرتايزنج. من الداونلودز، من الحاجات دي هي من الفلوس بتاعت النت. الفاليو اللي انت بتاخدي فيه ميوزك. الريتيرن بالنسبه لي ان بيجي لي ادفيرتايزنج. الفيكسد كوست هو الكمبيوتر ديبريشيشن والحاجات دي هي. الفاريبل كوست اللي هو الاوبريتنج اكسبنسز تو اوبريت ذا ابلكيشن. اوكي اوكي طيب، في بقى ابلكيشنز تاني اسمه سيريس او سيريس، عارفه ده؟ لا ما اعرفه. بص ده ابلكيشن برضه بينزل او ويب سايت كده اهوت، بتبقى مهمته ان هو بيجيب لك نيوز وحاجات زي كده اهوت، غير ان هو نفس بيجيب لك الأخبار يعني. اخبار، اغاني، نتائج مباريات، يجيب لك حالة الطريق وهكذا. بس هو بيجيب ريفينيو من ان حضرتك تشتركي فيه. يعني الموقع ده مش فور فري، لازم تدفعي سبسكريبشن شهري. اوكي اوفر ذا اير كوست ده بقى طبعا ده الكوست ستراكشر بتاعته اللي هي الفيكس كوست بتاعت الساتلايت. اوكي الفاريبل الماركتنج اللي بيعمله لنفسه، البروفيت ما بين السبسكريبشن وما بين الفلوس اللي بيدفعها از فيكس كوست وفاريبل كوست. طبعا عارف السبسكريبشن ده الاشتراك الشهري اللي انا بدفعه في اي برودكت. اوكي ايوه طيب، اوفر ذا اير راديو بودكاسترز ان هو ان انت بيبقى عندك راديو، الراديو ده انت عمال تسمع عليه اخبار وحاجات فور فري، بس هو عنده ريفينيو بيجيله من الادفيرتايزنج. الادفيرتايزنج دي هو بتدخل له ريتيرن. طب الفيكس الكوست بتاعته ايه هي؟ الفيكس الكوست بتاعته
هي الاوبريشنز والفيربال كوست اللي هي الاوبريشنز اللي هي البروجرامينج السالاريز الحاجات دي. اوكي طيب بروفيت مارجن الفرق بقى ما بين الادفيرتايزنج والفيكسد والفيربال كوست بتاعها تمام. واضحة يا شيماء ولا مش واضحة؟ ايه استاذ واضحة ولا مش واضحة؟ يعني البروفيت يعني البروفيت البروفيت هو الفرق بين الريفينيو والكوست. ايوه والكوست عندنا هنا والكوست عندنا هنا هي الفيكسد كوست والفاريبل كوست. اوكي تمام واضحة يا شيماء ولا لا؟ واضحة استاذ واضحة. في سؤال بقى ان احنا كلنا بنسأل بعدينا، هو انا اشتغل low cost provider يعني ادي بودك بتكلفه قليله جدا يعني اصنعه بتكلفه قليله واركز على اللو كوست وابقى انا اقل تكلفه بتتقدم في السوق، ولا ابقى انا مختلف عن الاخرين؟ السؤال ده ملوش اجابه محدده، يعني مفيش حاجه اسمها كده الماركت ده عاوز ارخص سعر او عاوز سعر عاوز حاجه مميزه. انا وانت وكل الناس اللي في الدنيا بنجتهد ان احنا نوصل لايه؟ يعني الحين هذا كان نقول يوم تدخل مكان وتبغى السعر يكون حلو مناسب لك. ايوه انا وانت بندور على السعر الحلو وفي نفس الوقت بندور على البرودكت الايه؟ البرودكت المميز اللي كويس الكواليتي بتاعته الاحسن. ايوه انا طول الوقت بدور على البرودكت ديفرنشيشن واللي هو كوست ايه؟ برودكت. اوكي واضحه كده؟ اي واضح استاذ. يعني ناخذ مثلا برودكت مميز بسعر اقل. ايوه الشركه طول الوقت مش قادره تحقق ده، فاما بتحاول تشتغل على سعر قليل على البرودكت ديفرنشيشن او الاثنين مع بعض وتنجح فيهم، ودي تبقى شركه متميزه جدا. فهمت استاذ فهمت عدل. اي واضحه هاي. اللي هو كوست بروفايدر ان انا ارخص سعر بالنسبه للمنافسين. اوكي ارخص سعر بالنسبه لايه؟ للمنافسين. يبقى اللي هو كوست بروفايدر استراتيجي، انا ارخص سعر بالنسبه لايه؟ للكومبيتيتورز. يعني مفيش كومبيتيتور بيقدر يبيع ببرودكت بسعر اقل ايه؟ اقل مني. اوكي ايه بول ديفرنشيشن استراتيجي ان انا اي سيك تو ديفرنشيتد برودكتس بتاعتي او سيرفيس بتاعتي من ريفيلز. اوكي يعني احاول بقدر الامكان اكون ذا موست ديفرنشيتد ايه برودكت، ذا موست ديفرنشيتد ايه برودكت، يعني اقدم برودكت زي مثلا في نوع عربيات اسمه اوز اويلز. حلو رولز رويس دي عربية مميزة جدا اللي هي بتبقى كلها هاند ميد. شو اسمها الصوت؟ اسمها رولز رويس عشان الواحد مش منطقها صح. اسمها رولز رويس.
او ان انا فوكس لو كوست استراتيجي، ان انا اشوف سيجمنت معين، قطاع معين من السوق وابدا اركز عليه وابدا اخدمه. يعني البرودكتس بتاعتي ما تتباعش غير للناس الفيري ريتش ان ذا ماركت. اوكي ايوه. الفوكس ديفرنشيتد استراتيجي بقى ان انا مو فوكست على عدد قليل جدا من البرودكتس وعدد قليل جدا من الكلاينتس. يعني ببقى بعمل برودكت هاند ميد او برودكت فيري يونيك تو اني كلاينت. اوكي، فده بيخليني طول الوقت ان انا ذا موست نون او ذا موست ديفرنشيتد برودكت ان ذا ماركت. اوكي، شين ديفرنت الفوكس ديفرنشيتد استراتيجي، ان انا في فوكس to manufacturers a product that very unique or very differentiated for any competitor. Okay. يبقى عندي few focus low cost strategy. إن أنا بركز إن أنا أكون unique بس the most cheap product. Okay. Focus differentiated استراتيجي، ان انا بحاول اقابل التيست والنيدز فور فيري يونيك سيجمنت او فيري يونيك جروب. اوكي ايوه. البيست كوست بروفايدر استراتيجي بقى ان انا اقدم يونيك برودكت ويونيك برايس ذات اكسيد ذا اكسبكتيشنز. يعني I expect the value of this product $10. ألاقي هو البروديوسر produced by a by $5 only. Okay. أيوة. تمام. أيوة أيوة. استاذ. يبقى the best cost provider ده. He is providing product that is a very unique and very differentiated to the clients. Okay. But below cost. Okay. الكومبتيتيف ادفانتج دي ممكن ان انا احققها تبقى سستينبل لو انا قدرت ان انا ابروفايد برودكتس اللي هو all the people are talking about it as the most differentiated products. واليونيك هنا in a very big sector in the market is seeing this product as a as very differentiated from the competitors. يبقى هنا competitors are making many efforts, making many work to a to achieve the aims to compete with me, but my product is very unique, is very differentiated. فمفيش competitors added provides this market. فبقيت انا sustainable زي Apple كده. Apple is very sustainable. When it provide a new product, many people are high up to search to get these products. Okay. دي sustainable competitive advantage، ان عندي ميزه، الميزه دي بتخليني very unique in the market, very well known in the market, and this advantage make me differentiated in the market from my competitors. Even if in a competitor's sold all, I make him, I'll make him many effort to a
to compete with me. طيب الكابابيلتيز دي امتى تبقى differentiated؟ لما هي ما حدش عنده كابابيلتي ان هو تبقى ماتش، يعني ما حدش قادر يعمل زيها، اوكي، او no one can make a mediation. A mediation يعني يقدر ان هو يا يميك لايك زي لايك ذا برودكت، اوكي. لما معايا كوبي رايت مثلا بتاع البرودكت ده، او اني ايفورت تو ميك ميديشن ويل بي بروهيبتد باي ذا لو. يعني لو في اي حد حاول يقلد البرودكت ده القانون بيمنعه، اوكي. In this way I will be very competitive. I will be very competitive. Okay. Competitive. آه يبقى إمتى بيبقى عايز فيها capabilities؟ لو capabilities بتاعتي cannot be matched or immediate. Okay. طبعا ده لو عندي know how أو عندي differentiated products that cannot be immediate or anyone can provide a product like it. Okay. فده بيديني competitive advantage. Competitive advantage. Okay. طيب ستاربكس بتعمل ايه؟ ستاربكس بروفايد بحاجه اسمها بيستريز، اوكي. يعني ايه بيستريز؟ شيماء سامعاني؟ ايه استاذ اسمك، يعني الاستراتيجي اللي يستخدمها ستاربكس فور ميكينج كوفي ان الماركت يعني بشكل عام. بص هو الباسترز ده هو اي حد بيعمل كوف اي سوبر ماركت في اي كافيه، اوكي. بس هو بيبقى very well trained ان هو to satisfy the needs of the different clients. اوكي الباسترز دول هم دول ناس متدربين كويس جدا، فبيقدروا ان هم يعملوا service that very unique and can serve the needs or make the needs of any clients. Okay. تمام كده؟ تمام. طيب هما بيركزوا كمان على ان يعملوا evaluations في الستار في الستورز على السيرفيس والكواليتي. انت شايفاها ازاي؟ مش كده وبس، هما كمان بيدوروا ان هما يجيبوا البيست برودكتس، يجيبوا البيست برودكتس او البيست انبوتس. الكوفي اللي بيجيبوه بيبقى فيري يونيك، بيبقى فيري يونيك، ولازم يكون في كوميتمنت towards the company told the company responsibility. يعني الشركة ممكن تكون بتصرف فلوس على الدولة أو بتدي دي gifts أو بتعمل ميادين عامة أو كده عشان يتقال إن الدولة دي أو إن الشركة دي بتقدم خدمات كتير للدولة، أوكي. تاني حاجة في الاستراتيجي بتاعتهم إن هم بيفتحوا many chain many stores، كل يوم يفتحوا stores عشان يعملوا expansion، أوكي. ده مش كده وبس، كل شويه يعملوا ايفورت اوفرز، كل شويه يعملوا اوفرز. طب الاوفرز دي تعمل بتاتراكت نيو كلاينتس، فيعملوا ترايل او يجربوا البرودكتس بتاعت الشركه. فلما يجربوا البرودكتس بتاعت الشركه دي يلاقوها ان هي بيرفكت برودكتس ذات هاز ميني ادفانتج، فيبداوا ان هم
يبقوا كلاينتس. اوكي زي ان هم بيستخدموا البراند نيم بتاعتهم كويس جدا، فالبراند نيم ده بيساعدهم ان هم ايه to expand more and more and to go more and more in the market. اوكي واضحه شيماء ولا لا؟ ايوه استاذ واضحه فهمتها هذا. اوكي تاني هنراجع على الاستراتيجيز. اول استراتيجي اتكلمنا عليها اللي هي لو كوست بروفايدر، ان انا اقدم اقل كوست في السوق. اوكي يبقى لو كوست بروفايدر يبقى I am providing the lowest cost in the in the market. ماشي بودر ديفرنشيشن، ان انا بقدم products that is very unique to all the clients, فall the clients are seeing me is the most the most differentiated product in the market. اوكي زي ايه product differentiated شفتيه في حياتك يا شيماء؟ the most شنو؟ ايه؟ the most شنو صار؟ اه بودك انت لقيتي differentiated كده مش موجود في اي حاجة تانية. ابل product ابل. اوكي ابل فعلا is very unique or very differentiated from the others. اوكي ايوه الفوكس low cost strategy ان انا بعمل كونسنتريت اون ناو باير سيجمنت، يعني بركز على بايرز معينه. البايرز دول بيبقى عندهم لو كوست يبقى انا مركز على بايرز وبقدم لهم برودكت ذات هاز ا لوور كوست، يبقى السيجمنت او السيكتور او التارجت بتاعي is very now فانا مركز عليه. الفوكس ديفرنشيتد استراتيجي ان انا بركز على سيكتور قليل قوي اقل كمان من السيكتور اللي فوق والسعر بتاعه عالي شويه مفيش مشكله. بعد كده البيست كوست بروفايدر استراتيجي ان انا بديهم فاليو هما كان اكسبكتد بس بايه؟ بهاير بايس سوري لوور بايس عن اللي هم كانوا متوقعين. اوكي طيب ليه الاستراتيجي بتتغير بمرور الوقت؟ الاستراتيجي بتتغير عشان كل شويه الكومبيتيتورز بيطوروا نفسهم، فانا لازم ابقى عامل بلان انا كمان واطور نفسي، زائد ان الكلاينتس كل شويه بيطلبوا حاجات مختلفه. اوكي زائد ان كل شويه ما الماركت بتسهر في نيو اوبورتيونيتيز، النيو اوبورتيونيتيز دي بتخلينا نعمل نيو بلانز عشان يوتيلايز الاوبورتيونيتيز دي. انت كل يوم بتلاقي الناس بيحبوا برودكتس جديده، فانت طول الوقت بتحاول ان انت تلبي النيدز بتاعت الكلاينتس دي عن طريق ان انت تعملي نيو برودكتس ونيو ايدياز ونيو سيرفيس. اوكي او ان انت تلاقي ان الاستراتيجي او نوت بيرفورمينج ويل، يعني الاستراتيجي اللي انت عاملاها مش عامله شغل او مش بتحقق الايمز بتاعتك او التارجتس بتاعتك، فانت في الحاله دي هتعملي ايه؟ هتفكري في نيو ايدياز او في نيو استراتيجيز عشان ايه؟ عشان تكون أهد في الاستراتيجيز في الشركة. أيوة أنت تكون أحسن الشركات لأن أنت تستخدم هالأشياء نفس new ideas improving
وهذا أيوة. هو بص استراتيجي كل شويه مسوق عمال يتغير فاز ماركت ايوه فلازم انا كمان تشينج اوكي. طيب الاستراتيجي ممكن تتغير بحاجه بسيطه جدا يا اما بتتغير بميجر ادجستمنت. بميجر ادجستمنت يعني ايه؟ يعني بتتغير بحاجه ضخمه جدا او بحاجه صعبه جدا او يعني تغير خطه الشركه كلها. يعني احنا السنه اللي فاتت مثلا كنا بنصنع فرنتشر فوم وود، فلقيت ان الماركت كله بقى شغال فرنتشر فوم ايون او فرنتشر فوم بلاستيك، فاغير الانبوتس الميجر انبوت بتاعي من وود لبلاستيك اوكي. معايا شيماء؟ واضحه ولا لا؟ ايوه واضحه استاذ، فهمتها. طيب ممكن بقى تقولي لي minor change في استراتيجي زي ما حضرتك ايه؟ تروح بمنتهى البساطه اللي في الدنيا تغير الديزاينز بس بتاعت الفيرمج، تغير الديزاينز بتاعت الايه؟ بتاع الفيرمج. لو غيرت بس الديزاين يبقى انت عملت ايه؟ ديزاين حق الفرنتشر حق المكان يعني؟ يعني انا مانيفاكتشر فرنتشر اوكي؟ ايوه ممكن اغير الاستراتيجي بتاعتي اما من تغيير ميجر وممكن اغيرها تغيير ماينو اوكي؟ التغيير الميجر ان انا اغير الانبوتس بتاعت كلها. التغيير الماينو ان انا اغير بس في الديزاين. ان انا اغير بس في ايه؟ في الديزاين. في بقى برو اكتف وفي ادابتف. برو اكتف ده اللي بيعمل بيغير الاستراتيجي بتاعته قبل ما السوق يتغير اوكي. يعني هو منه نفسه بيشوف ان الماركت بيتغير فيروح مغير ايه؟ حاجات في السوق، حاجات في الشركه، يطور نفسه بسرعه. الادابتف لا، هو بيلاقي الانفايرمنت اتغيرت فهو بيتغير زيها اوكي. واضحه؟ ايوه استاذ واضحه. في حاجة بقى اسمها الـ Company Strategy Feed Create Strategy Elements. الـ Deliberate Strategy Elements أو إن أنا مخطط للـ Initiative إن أنا هاخد ستيب 1 و 2 و 3. يعني هجيب مثلا السنه الجايه برودكشن لاين، السنه اللي بعديها هشتري بيس اوف لاند، السنه اللي بعديها هشتري ديستريبيوشن ستور. دي بلان انا عاملها. في ان بلاند واكتف ريسبونسز. يعني ايه؟ يعني في مره واحده كورونا فايروس از سبريد، فاعمل اي تيك اكشن ان انا سيلو لاين. فدي اسمها ان بلاند واكتف ريسبونس. ان بلاند ايه؟ reactive response. امال ايه بقى البلاند reactive؟ البلان نيو انشيتيف ان انا ببقى بلاننج الحاجه دي. هي I plan to expand next year in the market and I will purchase a new store. دي اسمها بلان اوكي. ايوه دي جايه من استراتيجي انا كنت حاططها السنه اللي فاتت. طب الان بلاند ان حصل كورونا فيروس فالناس كلها بقت شغاله اونلاين، ف I take the decision to sell a online okay. واضحة كده؟ هي استاذ
اي استراتيجي في الدنيا بتبقى جزء منها بلاند وجزء منها ان بلاند. وسعاد جدا الانشيتيف او الديسيجنز اللي احنا خدناه او الايدياز اللي احنا خدناها بتبقى مول وقت غلط كلها، فبضطر ان انا ايه اغيرها كلها. اوكي يعني ساعات كتير جدا افاجئ ان كل الاستراتيجيز او كل البلانز اللي انا خدتها ما كانتش صح، وان انا للاسف الشديد اخدت ديسيجنز كتير غلط، فالبلان او الاكشنز دي كلها لازم تتغير. اوكي ايوه ايوه استاذ. طيب ممكن بيبقى فيه سفي تيست عشان اكسب اي استراتيجي او الاستراتيجي تبقى ابليكاب استراتيجيك فيت الشركة دي، هي الاستراتيجي دي هي ممكن تكون ناجحة جدا بس مش مناسبة للجو اللي احنا فيه. ايوه استاذ. ايه يبقى اول حاجة مش شرط عشان الاستراتيجي دي ناجحة تبقى مناسبة لايه لجو الشركة. تاني حاجة يعني اول شيء استراتيجي فت، how well does the strategy fit the company situation. يعني الاستراتيجي دي مناسبة لجو الشركة دلوقتي ولا محتاجة تتغير. ممكن تبقى استراتيجي ناجحة جدا بس في اي وقت غير اللي الشركة فيه دلوقتي. اوكي دي أول حاجة. تاني حاجة الكومبتيتيف ادفانتج، الاستراتيجي دي هتخلي الشركة بتاعتنا عندها كومبتيتيف ادفانتج ولا لأ؟ هتساعدنا إن إحنا نكون مور كومبتيتيف إن ذا ماركت ولا لأ؟ ده إز فيري important inquiry before performing any touch. okay ايوه ايوه ال company دي هي الاستراتيجي شو company الاستراتيجي بتاعتها بتخليها تعمل هاي بيرفورمانس ولا لا؟ ده برضه اكيد الاستراتيجي زينه بيكون بدايه بالبرفورمانس بيكون بعد زين. ايوه لو الاستراتيجي هتساعدني ان انا اعمل بيتر بيرفورمانس يبقى هطبقها. اوكي ايوه طيب ليه الكرافتنج اند اكسكيوتنج استراتيجي امبورتنت؟ لان انا ممكن اعمل بلان حلوه جدا 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 ومو ابليكابل وموست فيت تو ذا كمباني وامبروف ذا بيرفورمانس اوف ذا كمباني، وفي الاخر اي ديسكفر ايه ان البلان بتاعتي للاسف الشديد الاكسكيوشن بتاعتها كان غلط، فالاكسكيوشن الغلط ده وصلني ان انا عملت ايه عملت استراتيجي نوت ابليكابل او نوت او عملت لها ابلكيشن بتاعها غلط فخلت الاستراتيجي فيليو. اوكي يبقى الابلكيشن شيء مهم جدا. ليه الابلكيشن شيء مهم جدا؟ الابلكيشن شيء مهم جدا لان انا
ممكن اعمل one of the most successful strategies, بس الابليكيشنز يبقى فيه فيليا والاكسكيوشن ده يؤدي ان انا انفذ الاستراتيجي بتاعي غلط، فانا ما اتكح الشركه توقعها. اوكي ايوه. فالاستراتيجي دي بتجاوب لي على سؤال كويس جدا او مهم جدا لاي شركه. What is the manager must do to the company to be succeed؟ يبقى الاستراتيجي will answer a very important inquiry. What the company must do to A? To be in the best place how to succeed, okay? ايوه. How to be the winner of the marketplace or to the be differentiated in the marketplace or achieve its aims in the marketplace. اوكي. ايوه استاذ. ايه تاني؟ بس هذا الدرس كبداية بس، كنت أدرس الحين لأن الوقت متأخر، بس إن شاء الله بخلص معاك، بكلم اللي عندي وبنقرر في حصة ثانية إن شاء الله. يعني أنت مش عاوز تاخدي بكرة؟ لا بس بشوف، لأن عندي امتحان ثاني أبى أراجعه، مش هالامتحان يعني، مش هالمادة. طيب لو عاوزة أي حاجة في أي مادة أو عاوزة أي assignment تكلميني. انت عملتي ايه في الاسايمنت اللي فاتت؟ الاسايمنت ما طلعت العلامه بعدها، هذا اسايمنت نفس البروجكت يعني، ما طلعت بعدها العلامه حق كم من ماده. طيب اول ما تطلع الريزلت طمنيني عشان احب اطمن واعرف ان انت جبت درجات كويسه. اوكي خلاص تمام تمام. ايه تمام مستر. ولو احتجت اي حاجه في اي ماده او اي حاجه ابعت لي بس رساله واتساب وانا هرد عليك على طول اول ما تجي لي رساله. اوكي خلاص تمام. طب ما تقصر والله. ربنا يخليك، انت في عيني تؤمر. يعطيك العافيه. سلام سلام.